هذا الحوار الذي لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، فنحن لم نخرج لتجنيد هذا النظام. اليوم رجال ونساء التعليم بجهة سوس مسا يستجيبون لنداء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، ويخرجون في هذه المسيرة الحاشدة التي تفوق حوالي 30,000 أستاذ بجهة سوس مسا اليوم يرفعون بصوت واحد رفضهم المطلق لمخرجات الحوار 27 بين النخبات وبين رئيس الحكومة، ويقولون بصوت واحد لا للتجميد لا للتجويد لا إلا للسحب. هم يطالبون بسحب النظام الأساسي. بطبيعة الحال في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة إلى حسن النية نرى هناك اقتطاعات طالت رجال ونساء التعليم، اقتطاعات كبيرة جدا في مبالغها ربما حوالي أكثر من 4500 درهم. كذلك اليوم نجسد وقفة تضامنية كذلك مع الإخوان الأساتذة المفروض عليهم التضامن، كما كذلك نعلن تضامننا اللامشروط مع أخونا في خنيفرة علي الحلو على توقيفه عن العمل وراتبه الشهري، كما كذلك نعلن التضامن المبدئي واللامشروط مع أستاذتين بمدينة سلا. أما فيما يخص ما دعا إليه وزير التربية والتعليم بشأن الحوار فنقول من داخل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب أنه لحد الآن لم تصلنا أي رسالة رسمية من أي طرف حكومي كيفما كان، ولذلك نحن أعلننا شروطنا الأساسية التي ينبغي لأي مكون سياسي أن يلتزم بها، وهي السحب الفوري لهذا النظام الأساسي المشؤوم المشحف التراجع الإقصائي. كذلك نحذره من هذه الاقتطاعات التي طالت جيوب رجال ونساء التعليم، وأن هذه الاقتطاعات ستزيد النضال ثورة وقوة واندفاعا. لذلك فالأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، لأن رجال ونساء التعليم لا تربهم الاقتطاعات، لا تربهم التهديدات، بل إنها تدفع بهم إلى الأمام بقوة نحو تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. ونحمل المسؤولية لرئيس الحكومة وللوزارة إلى ما ستؤول إليه هذه الأوضاع. حنا اليوم جينا لهذه الوقفة تنديدا بالحوار اللي كان مع الحكومة البارحة اللي قال أنه النظام الأساسي تجمد، وهذا لا يعنينا في شيء، هذا الحوار لا يعنينا في شيء، لأنه لا نعرف ما معنى تجمد النظام. وحنا اليوم كأطر الدعم وكأساتذة متضررين من هذا الاقتطاع، فتفضيل هذه الأوضاع الوزية، تفضيل هذا الاحتقان ديال الأساتذة وديال أطر الدعم، كنطالبوا أولا بإسقاط النظام الأساسي، وكنطالبوا بحل الملفات ديال جميع الفئات من بينهم أطر الدعم اللي كيطالبوا بتحديد ساعات العمل وبرفع الأجرة لجميع الفئات من أطر الدعم والأساتذة وجميع الفئات. بالنسبة لي صراحة الاقتطاع هذا اليوم فاجئ، 1000 درهم اقتطاع، ولكن الأغلب الأساتذة كاين اللي جاهم 4500 درهم 3000 درهم، يعني اقتطاعات كيفاش ممكن الأستاذ يعيش في ظل هذه الظروف الاقتصادية وفي ظل هذه الاقتطاعات؟ يعني راه شيء اللي كيضرب الخاطر. بطبيعة الحال الأساتذة راه عندهم إكراهات، عندهم المصاريف اليومية، عندهم وليدات، عندهم وليدات كيقراو، عندهم كيفاش يمكن لهم يعيشوا أصلا بهذا الصالير المقزم ويزيدوا عليها الاقتطاعات؟ يعني راه شي حاجة اللي ما يمكنش، ما عرفتش هذه الحكومة كيفاش كيبان لها هذا الأستاذ. يعني اليوم نجسد وقفة احتجاجية لرفضنا المخرجات الأخيرة ديال وزارة التربية الوطنية اللي كتدعي للتجميد ديال النظام الأساسي. نحن لا نطالب بالتجميد، نحن بعبارة صريحة نطالب السحب أو الإلغاء بمرسوم آخر. بالتالي احنا كأطر الدعم الاجتماعي كذلك نحتاج اليوم مع الشغيلة التعليمية على الاستفسارات الكيدية اللي كتلقاوها الأطر من داخل المؤسسة التعليمية اللي كيحتموا عليهم أنهم يشتغلوا 38 ساعة بدون سند قانوني، مجموعة الاستفسارات اللي كتطيل الكاهل ديال أطر الدعم الاجتماعي، كذلك الاقتطاعات من هذه الأجرة الهزيلة ديال الدعم الاجتماعي. بالتالي احنا كندوا بها الاقتطاعات كتوصل ل 1200 درهم شهر، بالتالي هذا لا يعقل. نحن اليوم نضم صوتنا صوت الشغيلة التعليمية، كذلك اليوم نحن نجسد هذه الوقفة، وقفة الكرامة، من أجل استعادة الكرامة ديالنا، من أجل استعادة الحقوق ديالنا المسلوبة، وصامدون مناضلون حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. دائما السادة الأساتذة في ترشيحاتكم للحكومة.